صيغة شورية. بكري صالح رئيسا للوزراء ونائبا أول للرئيس عمر البشير، تلك خطوة سياسية تأتي في سياق تنفيذ مقررات الحوار الوطني الخاصة بقضايا الحكم وكيفية إدارة شؤون الدولة. الآن مشينا خطوة كبيرة جدا اليوم بتعيين الأخ بكري حسن الصالح كرئيس الوزراء. حقيقة الأخ بكري بالإضافة لكل الناس بتعرفه، بكري ده هو رئيس اللجنة العليا لإصلاح أجهزة الدولة، فدي أدته فرصة كبيرة جدا نكون هو ملم بكل تفاصيل الأجهزة الحكومية اللي حتساعده إن شاء الله في المرحلة القادمة. لكن الرجل الذي ظل ملازما للبشير منذ انقلابه على حكومة الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب عام 1989 تواجهه تحديات كثيرة، بينها حالة الانقسام السياسي واشتعال الحروب وتدهور الاقتصاد. هي أمانة وتكليف وليس تشريف، وإن شاء الله أحملها بحقها خدمة للعباد والبلاد، وخاصة في هذه المرحلة وبلادنا إن شاء الله تخطو خطوات لتوافق سياسي على هدي مخرجات الحوار الوطني. لكن هناك تساؤلات بشأن الكيفية التي سيقود بها صالح سفينة حكومة ينتظر أن يتزاحم على حقائب تشكيلتها المتوقعة نحو 100 حزب و40 حركة مسلحة اتفقت جميعا على استحداث منصبه في الحوار الوطني بعد إلغائه قبل 28 عاما. أما من ظل خارج مظلة هذا الحوار من قوى المعارضة فهؤلاء يرون أن تعيين صالح يكرس مبدأ الشمولية. تشبثهم بالسلطة ده وتسخيره لموارد البلد دي كلها عشان تحفظ لهم كراسيهم ده لا هيحفظ كراسيهم وحيقود البلد دي لكارثة. الأفضل بالنسبة لهم إنهم يوعوا الدرس بتاع 27 عام لم يستطيعوا إنهم يكسروا إرادة مخالفيهم، لم يستطيعوا إنهم يتمتعوا بحكم خالي من التهديدات الداخلية، لم يستطيعوا إنهم يحظوا على أي مشروعية. المتتبع لتاريخ الحكومات السودانية يلحظ دور الجيش البارز وأهميته في وزن معادلتها السياسية، هكذا يقول مراقبون، ويرون أيضا أن هذا ربما كان أحد الأسباب التي دفعت الرئيس عمر البشير إلى تعيين صالح رئيسا للوزراء. الرئيس كان يبحث عن شخص يثق فيه ثقة تامة ويقتنع بمدرجة ولاؤه وإخلاصه له أكثر من أي شيء آخر، وهذا لا يتوفر إلا في الفريق بكري حسن صالح. من السابق لأوانه الحكم على أداء رئيس الوزراء الجديد في التصدي لأزمات البلاد المختلفة، لكن المؤكد هو أن الناس هنا باتوا يعولون على أي خطوة في طريق حل المشاكل التي يعاني منها السودان. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم.